السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نبدأ على بركة الله على قناة ينصت برو، قناة تقنية تهتم بكل ما هو تقني مفيد في مجال التقنية. تحياتي لكم إخواني الكرام، لا تنسى الضغط على زر سابوني أو سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. فضلا منك وليس أمرا، هذه الفيديوهات الخاصة بنا حول جلب الزيارات لموقعك. عدد من الفيديوهات يمكنك متابعتها والاستفادة من مصادر الترافيك المجانية. هنا المقالة الخاصة بنا على الموقع، تفضل بانضمام الى المتابعين الاوفياء للموقع بالضغط على زر فولو. من هنا اضغط على زر فولو فضلا منك وليس امرا لمتابعة جديد المقالات. اذا كما ترى اخي الكريم، هنا لديك المقالة بها تقريبا 13 موقع تقريبا، كلها لإرسال الإيميلات. الموقع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. هنا البانرات، اضغط على البانر وتسجل أو اضغط على الزر، اضغط هنا واذهب إلى صفحة التسجيل وتسجل في كل هذه المواقع. طريقة سهلة جدا ومنظمة، كل شيء مرتب داخل المقالة، سأضعها لكم في الوصف. الآن سأرسل أمامكم لايف مرة أخرى، يعني أرسلت مسبقا فيديوهات كثيرة وسأعيد العملية مرة أخرى. نذهب إلى موقع أتشيفر آدز ثم سند إيميل آد، ثم نختار الإيميل لدي هنا مسبقا، لاحظكم أرسلت، ثم هنا محتوى الرسالة نضيف سابجكت تكست ميساج، ثم العنوان الذي سنروج له، ثم هنا تنضاف أوتوماتيكيا ليلحق في إرسال 1174 رسالة، ثم سيف ايميل، ثم سند بروسيسين، ثم يبدأ في ارسال. سيبدأ الان في الفريم بريكر تيست للتحقق من الموقع هل يظهر ام لا. نتظر 20 ثانية، سأوقف الفيديو واعود اليكم. اذن هنا بعد الانتظار ل 20 ثانية تم Congratulations, your site has been verified and your email ad تم إضافتها إلى سلة الإرسال has been placed in the queue. لاحظوا ظهرت معي بالأخضر رسالة، يعني تم الإرسال بنجاح. Your email ad has been successfully sent to the email queue. نمر الموقع ليز جامبر، ثم نذهب إلى send email ad، ثم نريد يلحق في إرسال 3265 رسالة. نقوم باختيار رسالة، لاحظ كم أرسلت، تمتلئ الخانات أوتوماتيكيا. أنزل سبل الأول مرة الأولى، نريد إرسال لألف فقط، ثم save this email for resending via mail history، نعلم عليها، ثم send mail لتجد الرسالة مرة أخرى لإرسالها. frame breaker test كالعادة. نقفل الفيديو ونعود إليكم. إذن هنا بعد الانتظار 20 ثانية تظهر معنا الرسالة فوق، ننتظر. ها هي، congratulations your site has been verified، الموقع ظاهر تحت، يعني كل شيء تمام. إذن الآن تظهر معنا الرسالة بالأخضر، ها هي، الإيميل has been added to the email queue and soon it will be sent to the members. ثم هنا داونلاين ماكس كالعادة، ادز، ثم send email ad تحت، تذهب الى ادز ثم send email ad. ثم هنا نقوم باختيار محتوى الرسالة، تضيف انت المرة الاولى، ثم send email، ننتظر رأيت ما يتم إرساله، لم يتم إرساله، نعيد مرة أخرى. المشكلة في الكريديت على ما أظن، سنتفقد خانة الكريديت. كل شيء تمام، نعم ها هو المشكلة في الكريديت. نقوم بكتابة الكريديت 373 ثم سند.
لاحظوا بدء الارسال، ننتظر الفريم بريكر تيست 20 ثانية ثم نعود اليكم. بعدما عدنا كما تلاحظون congratulations your site has been verified and your email ad has been placed in queue. ننتظر قليلا ثم هاي الرسالة الأخضر، your email ad has been successfully sent to the email queue. ثم نذهب إلى الموقع الموالي marketing checkpoint، نقوم بالضغط على email ثم send email. نختار إيميل مسبقا أرسلته ثم خانته أوتوماتيكيا، ثم هنا كم سنرسل الذي نلحق في 3817 نكتبها هنا 3817 ثم سيف في هذه الخانة الإرسال مرة أخرى ثم سند ميل وتم الإرسال بنجاح. كما تلاحظ بدون فريم بريكر تيست ارسلني يعني مباشرة. نمر الموقع الموالي ليست سيرفين، نقوم بإعادة تحميل الصفحة. نعم قمنا بإعادة تحميل الصفحة كما ترون، كل شيء لايف كما ترون. سند ميل اد اد ثم سند ايميل اد، ثم هنا نقوم باختيار الايميل ثم نتفقد محتوى الرسالة. نحذف هذا الرابط لأن من وضع الرابط في الأدبادي. لاحظ علامة السح ظهرت أمام الإيميل ثم سيف فور ريسندينج ثم سند إيميل والفريم بريكر تيست ننتظر 20 ثانية. إذن بعد إكمال أو اكتمال الفريم بريكر تيست congratulations your site has been verified and your ad has been placed in queue. كالعادة بعد فتوى إلى سلة الإرسال، لاحظ معي الرسالة بالأخضر success your email ad is sent in queue. لاحظ استعمل VPN ليظهر محتوى المواقع، VPN أمريكي لأن المواقع محظورة عند العرب تقريبا. لاحظ هنا viral nuggets، نذهب إلى advertising ثم send email ad. ثم سيبدأ الآن في تحميل صفحة الإرسال. ها هي تحمل اسمعنا، نختار محتوى الرسالة هنا. أرسلت مسبقا العديد من الرسائل كما ترون، ثم هنا نتفقد كل شيء. نعلم الزر سيف ذيس إيميل فور ريسندينج. هنا كريت يمكن الإرسال إلى 503 عضو وتجدها تحت أوتوماتيكيا، ثم كونتينيو. ثم سيبدأ الآن في الإرسال الفريم بريكر تيست، ها هو ليتحقق من المواقع هل موقعك شغال أم لا. يتحقق من موقعك كما تلاحظ 20 ثانية، سننتظر 20 ثانية سنقوم بإيقاف الفيديو ثم سنعود بعد اكتمال 20 ثانية. إذن ها هي كما ترى congratulations your site has been verified. ننتظر ثم يحولنا إلى صفحة الإرسال، ثم هنا سيظهر معنا هذه الإيميل بريفيو هكذا. نذهب إلى send mail، إن لم تضغط عليها لن يتم الإرسال. سند ميل إذن هنا تم الإرسال بنجاح، your email ad is sent in queue successfully. تم الإرسال بنجاح. نمر الموقع الموالي build my downline، نذهب إلى email advertising ثم نذهب إلى send email ad، نضغط عليها send email ad، نضغط عليها ثم تظهر معنا هنا. نختار محتوى الرسالة الذي نحقق الإرسال 519 رسالة، نختار رسالة، تمتلئ الخانات ثم نذهب
إذا تهت نختار الكريدت ثم نضغط على سيف، نعلم هذا الخيار ثم سند إيميل، ثم يبدأ معنا العدد ليتفحص موقعنا. إذن نقوم بإخراج الفيديو وأعود إليكم. إذن هنا بعد اكتمال 20 ثانية، congratulations your site ad has been verified and your email ad has been placed in you. ننتظر 5 ثواني أخرى ثم يوجهنا لواجهة الموقع build my downline success your email ad is sent in you successfully. الرسالة بالأخضر تدل على أن الإيميلات تم إرسالها بنجاح. هنا كما ترى لدينا European Safe List. نذهب إلى كريديت ميلر، نذهب أنا إلى Saved Messages، طلب مني سجل الدخول، سأسجل الدخول. بعد سجل الدخول كما ترى نضغط على Saved Message، ثم يعطينا هذه الرسائل أو Messages. أختار الرسالة التي أريد الترويج لها، أضغط على Send with Credit Mailer. أنت في المرة الأولى تضغط على كريديت ميلر وتملأ الخانة. هنا كما ترى ملأت كل خانة أوتوماتيكية. لماذا؟ لأنني أرسلت مسبقا. ذهبت إلى السيفد ميلر، نحذف عنوان من الرسالة، نترك فقط الرسالة التكست هكذا، ثم هنا نضيف عدد الذي سنرسل إليه 17581. لاحظ هنا تحت free members are allowed to send up to 17581 عضو، ثم send ويتم الإرسال إلى كل هذه الأعضاء بضغطة زر واحدة. إذن هناك بتر mail in progress we will notify you when it will be finished. تم الإرسال بنجاح. نذهب الموقع الموالي ثم نضغط على send messages التي أرسلته أنا مسبقا. أنت اضغط على send mailing. لاحظوا هي نتائج الحملات التي أرسلت أنا مسبقا. هذه نتائج الحملات. آخر رسالة أرسلتها كانت 3000 شخص، حصلت على هذه التكليكات. اضغط على send again وتمتلئ الخانة أوتوماتيكيا بمحتوى الرسالة وما إلى ذلك والرابط وكل شيء. يمتلئ اوتوماتيكي. إنها هي واجهة السند ايميل عاد او السند ميلي. هنا نقوم بكتابة عدد الناس اللي سنرسل اليه، اختار الف شخص، ثم هنا محتوى الرسالة نقوم بنسخه هكذا ولصقه مكان الHTML. هنا نقوم بحذفه ثم كولي هكذا. واضح اخواني الكرام، كل شيء واضح. ثم سند، هنا الرابط، ثم سند الإرسال. إذا الآن يتحقق بالموقع الخاص بي، سيقوم الآن بالتحقق من الموقع. ننتظر قليلا حتى ما يظهر في هذا المربع. إذن ها هو قد ظهر في المربع كما ترون، فقط بقي لي الضغط على confirm my size. كما تلاحظون ظاهر أمامي، اضغط على confirm my site. ثم هنا كما ترى ظهرت معي الرسالة your membership level allow you to mail، مما يدل على ان تم الارسال بنجاح، يعني يمكن الارسال يوم غد مرة اخرى. واضح اخواني الكرام، كل شيء واضح. اذا الان ذهب الى موقع مثل safe list، لدي ايميلات ارسلتها مسبقا وحفظتها داخل الموقع. اضغط على send get real buyer traffic، لدي هنا عرض. اضغط على send ثم تملأ الخانات اوتوماتيكيا. انت ستذهب الى credit meter من هنا المرة الاولى. انتظر قليلا ريثما تمتلئ الخانات. لاحظوا بعد تحميل الصفحة تملأ الخانات، تقوم بحذف هذا الرابط هكذا، الرابط الذي وصلت الايميل. ثم هنا كل شيء واضح، كل شيء تمام. هنا الرابط، هنا الكريديت،
ثم سيف من هنا ثم سند ارسال وسيتم ارسال الى 2306 شخص بضغطة زر واحدة. ميل ان بروجريس ويل نوتيفاي يو وين ات ويل بي فينيشت. ثم نمر للموقع الموالي كوانتم سيف ليست. الان نقوم بنسخ محتوى الرسالة، العنوان، مكان العنوان، ثم هنا الوصف، مكان الوصف، محتوى الرسالة، كوبي ثم باست. إذا نقوم بلصق محتوى الرسالة هنا، ثم نقوم بتكبير الخط وتغيير الفونت إلى ذلك. فقط هذه الأشياء يمكنك عملها أنت. هنا نقوم بتكبير الخط. هنا نختار رابط. لاحظوا رابط بيتلي غير مقبول. لاحظوا معي. إذن هنا 500 وعدو تصدر سلة. نختار 500 ثم سند. لاحظوا لن تذهب رسالة. لأن رابط بيتلي غير مقبول. نقوم بعمل جو باك الرجوع. ثم نقوم بتغيير رابط بيتلي برابط مباشر. الآن نقوم بتغيير رابط بيتلي. سهل جدا. كوبي ثم كولي هنا ثم سند مسجته. لاحظوا تم قبول الرابط وتم الإرسال بنجاح. رابط بيتلي يقبلها. هذا فقط تحديث، سابقا كان يقبلها، الآن لم يعد يقبل رابط بيتلي. كوانتم زيف ليست. ثم نمر لهيركوليست. نقوم بسجل الدخول ونعود إليكم. إذا بعد سجل الدخول في موقع هيركوليست نذهب إلى أدمايدر فوق أدمايدرز، ثم نذهب تحت. كما ترون الرسالة كان سبميت ريكودر ميدر آد ناو. يس يمكن إرسال إيميل الآن. ثم ننسخ محتوى الرسالة وأعود إليكم. إذا هنا بعدما قمت بنسخ العنوان والرابط وكل شيء أضغط على سبميت آد. تم إرسال بنجاح إلى 1000 شخص. كما تلاحظون 1000 ممبرز تم إرسال إليهم بنجاح. ثم نمر للموقع الموالي، موقع بانجيا أو بانخيا. أولا نقوم بعمل حفظ الإعلان عن طريق سيف إيميل آد. من هنا سيف إيميل آد، ثم هنا السبجكت لاين، هنا الويب سايت URL، الإيميل باتي. نقوم بحفظ كل تلك المعلومات التي لدينا هنا. أيضا نضيف البانر إذا كان لديك بانر أو إيماج، رابط للصورة، هذه إيميلاتي كلها قمت بحفظها هنا. أضغط على باك تو ممبر فاني. ثم نمر إلى سند إيميل آد، ثم نختار الرسالة التي أريد إرسالها من هذه الأربع رسائل. أنا أرسل هذه الرسالة الثانية، ها هي. ثم هنا سأنفق عليها 10,000 كريديت. ثم أسند ديس إيميل آد. يمكنني إرسال 127,000 رسالة ل 127,000 عضو. أضغط على سند ديس إيميل. It was put in mail queue and will be sent very soon. ثم إرسال رسالة الإرسال وسيتم إرسالها قريبا. Return here. ثم هنا يمكن إرسال يوم غد. نمر الموقع الموالي. نمر الموقع الموالي ترافيك بوليس. نضغط على سند ميل من هنا. سهلة جدا. ثم يمر بإذن هذه الصفحة.
صفحة الإرسال، وأنا أقوم بإرسال الإيميل لاحظوا ميلي ستاتس افيلبل ناو، متاح حاليا. نذهب تحت مناظرة ريفيو يور بريفيوس أحد، وجرت إعلاناتي السابقة. لاحظوا هنا الحملات الإعلانية، كم تحصلت 23,000 إيميل، 297 زائر. لاحظوا معي كل شيء واضح، الحملات. أنا ضغطت على لود مصر، الإشارات هي عضوية مجانية وليست مدفوعة. لو كانت عضوية مدفوعة لكانت زيارات كثيرة. إذا تم هنا تحميل الرابط والعنوان والأتباعي. ما تبقى لي إلا الضغط على زر send message now. تم الإرسال بنجاح. mail in progress. your message was queued. you will be notified. نضغط على send mail. لاحظوا ظهرة الرسالة بالأحمر، مفادها أن الرسالة تم إرسالها بنجاح. إذا هنا تم إرسال بنجاح من أيضا باخية. ثم تم إرسال الموقع هيركوليست كوانتم سيف ليست ميستر سيف ليست. ثم هنا برو أكتيف ميلر أرسلنا منه يوروبيان سيف ليست. بيلد ماي داون لاين أرسلنا منه. فيرال نجت أرسلنا منه. ليسترفين أرسلنا منه الرسائل. ماركتينج تشيك بوينت أيضا أرسلنا منه. داونلاين ماكس أرسلنا منه. ليس جامبر أرسلنا منه. ثم أتشيفر أرسلنا منه. إذن هنا المقالة بها كل روابط سأضعها لكم في الوصف لتسجيل حساباتكم في هذه الموقع وإرسال رسائل يومية. وأيضا كما ترى هنا يمكنك الانضمام إلى المتابعين الأوفياء للموقع بالضغط على زر فولو من هنا. بالضغط على زر فولو من هنا رجاء فضلا منك وليس أمرا. ثم هنا هذه قناتنا بها العديد من الشروحات حول جلب الزيارات لموقعك أو الترافيك لموقعك. إذا قناتي وصلت بالقناة التقنية تهتم بالمهمة التقنية وفيديو مجال التقنية. تحياتي لكم إخواني الكرام، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.